افتتحت وزارة النقل والاتصالات اليوم مشروع جسر فلج القبائل أمام الحركة المرورية بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، ويبلغ طوله 310 أمتار. أحيا أهالي قرية معمد بولاية مناح بمحافظة الداخلية ليلة التهلولة بمناسبة مرور النصف الأول من شهر رمضان وابتهاجا بدخول النصف الثاني منه، حيث تجمع أطفال القرية بعد صلاة التراويح مرددين وراء المهلل سبحان الله ولا إله إلا الله. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حذرت شرطة عمان السلطانية من مخاطر إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات في العيد، مؤكدة أن ذلك يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث وفيات أو إصابات. أسفرت الحملات التفتيشية لبلدية البريمي على مراكز التجميل والصالونات بالولاية عن غلق صالون تجميل وإتلاف مستحضرات تجميلية غير صالحة للاستخدام الآدمي و450 كيلوغراما من مستحضرات منتهية الصلاحية. بتكلفة بلغت 9 ملايين ريال عماني، يتواصل العمل في مشروع شبكات توزيع المياه بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة بطول 275 كيلومتراً.